قلت لحضراتكم كلمتكم عن المتطوعين، وقلت لحضراتكم أنه هذه المؤسسة، مؤسسة محمد أبو العنين للعمل الخيري والتنموي، بدأت من 40 سنة، وكلمت على المتطوعين. بس أنا دلوقتي ولازم أرحب ولازم أحييه، لو بنتكلم على التطوع، أقدم متطوع في مؤسسة محمد أبو العنين الحاج مصطفى عزت، ربنا يديله الصحة يا رب. حاج مصطفى كل سنة وحضرتك طيب. كل عام ومعليك الخير وبلدنا ورئيسنا العظيم واستاذ العاملين بالقناة العظيمة الفضائية اللي حضرتكم فيها. الله يبارك فيك يا أستاذ عزت. ربنا يخليك، ربنا يديك الصحة. الله يبارك في سعادتك يا فندم. وشغلك الحقيقة اللي هو 24 ساعة، ومؤسسة محمد أبو العنين في العمل الخيري موجودة على مدار السنة كلها. إحساسك إيه بقى وإحنا بنتكلم على المتطوعين وحضرتك أقدم متطوع في المؤسسة؟ يعني بشكر سعادتك طبعا على هذه الجملة اللي أنا ما استحقهاش، إنما في جنود مجهولين كتير موجودين في المؤسسة. الله، أنت عشان راجل جميل بتقول كده. أنا عارفة المجهود اللي حضرتك بتقدمه، ربنا يديك الصحة يا رب. هم أفضل مني عند ربنا وأحسن وأحسن. الله عليك كمان. شفت أستاذ عزة، التطوع ده إخلاص. أيوه، التطوع ده سر بين العبد وبين الله سبحانه وتعالى. نعم، المتطوع يقدم عشان يربط الدنيا بالآخرة. وده المنهج اللي يعني وجهنا ليه من زمان معالي سيادة الأستاذ محمد أبو العنين والأستاذة سمية أبو العنين، رئيس مجلس إدارة ونائبة رئيس مجلس إدارة. نعم. أنت يا أستاذ عزة، إحنا من فضل الله تعالى علينا يمكن تعدينا 40 سنة. ما فيش سعادتك نشاط أي مؤسسة خيرية موجودة في بلدنا العظيمة مصر. أيوه. بيظهروه او بيفخروا ان هم بيقدموه او ما شاء الله شهروا مؤسساتهم او جمعيتهم الخيريه عليه واخذوا تصريح من الشؤون الاجتماعيه وبيأدوا خدمه في المجتمع. نعم. الا من فضل ربنا علينا، ولا بد ان نكون متواضعين لله. الا الحمد لله احنا من اوائل الناس اللي قاموا بهذه الانشطه ما شاء الله، قصدين الاعمال الصالحه. ولكن والله يا استاذ عزه ما كنا نعلن عن اي شيء أبداً. صحيح يعني صحيح. انا عايز اقول لحضرتك يا حاج مصطفى، الشيء بالشيء يذكر. نعم. انا تواصلت مع السيد محمد ابو العنين علشان اعمل مداخله معاه النهارده، وقال لي عزه انا ما بعملش مداخلات في حاجه، انا بعملها لوجه الله وبعمل الخير ده من زمان، انا بتكلمش عنه خالص خالص. نعم. وانا ربنا يقدرني واعمل اللي انا بعمله ده وزياده كمان. نعم نعم فعلا فعلا والله، بل وعيني شهدت ومحدش حكى لي والله. أيوه. اكتر من موقف بعض المواطنين كان ممكن يقابلوا الاستاذ محمد ابو العنين او الاستاذه سمية ابو العنين، يقولوا ما شاء الله انتوا اللي بتعملوا كذا، انتوا ما شاء الله يا رب. ايوه، فألاقي الأستاذ محمد والأستاذة سمية الاثنين يعني وشهم يحمر خجلا ويزعلوا، وكل مجلس اللي بيتكلم في المواطن هذا الكلام، إنهم فعلا ربنا يبارك لهم. والله والله يا أستاذ عزة، حديث النبي عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام الله بظله يوم في ظله إلا ظله، رجل أنفق نفقة بيمينه فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. الله الله، يعني وأحسن الظن ولا يزكى أحد، اللي أنا شفته بشهد أمام الله لو أمن. نعم. هو ده الأستاذ محمد أبو العنين، هي دي الأستاذة سمية أبو العنين. ولكن سعادتك، إحنا الآن بلدنا العظيمة مصر محتاج إظهار الأعمال الصالحة دي. نعم نعم. وده برضه يا أستاذ عزة من الدين، يعني إحنا بيجي علينا فترة في بعض أهل الفضل ورجال الأعمال وغيرهم ولا نشك في وطنيتهم. طبعا. حضرتك مش واخدين بالهم إن الإنفاق الصح للوطن. طبعا. لأبناء الوطن. نعم. وقفنا بجانب أبناء الوطن في الأزمات بتاعتهم، هو ده الدين، هو ده طبعا. هو ده التكافل الجميل. نعم. نعم، لذلك مبادرة كتف في كتف فعلا أنا بعتبرها معاليكي يعني أفضل وأعظم يعني مبادرة خيرية شهدتها البشرية. أيوة. دي حضرتك عشان ترفع المعاناة عن الكرة الأرضية كلها، مش بس مصر كلها. أيوة. والله والله سوف يقتدي بنا الدول. اللهم آمين.